بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المشاهدون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري منارة الأحكام. هذا البرنامج الذي نسعى فيه جاهدين إلى أن نطرح أهم المسائل الشرعية والتي تكون موضع ابتلاء في حياة الإنسان المسلم. كما يشرفنا ويسعدنا ويطيب لنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ هاني البناء. فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وحياكم الله. السلام عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام، حياكم الله جميعا. حياكم الله سماحة الشيخ، نتشرف بكم مجددا في حلقة جديدة وعنوان جديد. سماحة الشيخ، نود في هذه الحلقة أن نفتح بابا ربما يكون قريب إلى الجانب الأخلاقي أكثر منه إلى الجانب الشرعي، ولكن هذا العنوان هو عنوان ملح جدا ومهم وذو أهمية بالغة، خصوصا مع تعقيد الممارسات الحياتية اليومية في مجتمعنا اليوم ودخول التكنولوجيا ودخول الكثير من الأفكار ربما الغريبة في بين الناس المتعلقة بالتواصل بينهم. باختصار موضوع العفة، موضوع العفة الذي من خلاله سوف نتناول العديد من العناوين المتعلقة بهذه الكلمة الصغيرة. سوف يشاهد المشاهد عظمة تلك الفروع التي سوف نتناوله في المنسدلة من هذه الكلمة. بداية، العفة، ما معنى العفة سماحة الشيخ؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. العفة حفظ النفس، نعم، عما يقبح، عما يشين كرامتها، نعم، وذلك حينما تغلب الغرائز والشهوات عقل الإنسان فيتحول إلى عبد هوى، وإذا عبد الهوى وقع فيما لا يناسب مروءته وشخصيته وكماله. فالعفة هي تحرير العقل ليقود الغرائز، فتصبح الغرائز مقادة للعقل، تتحرك في الإطار المفيد النافع، ولا تتمرد لتأخذ الإنسان إلى ما يضر. والغريزة في إطارها الصحيح معمرة، وخارج إطارها مدمرة. فالعفة انضباط، العفة أن يسير العقل ليأخذ الشهوة إلى موردها وموضعها النافع فقط، ولا يتعدى إلى غير النافع. وإذا تحركت في النافع حفظت جانب الشخص، فلم يقع فيما يستقبح، ولن يقع فيما يشين كرامته. هذا هو معنى العفة باختصار. وتطلق في الغالب على العفة للبطن والعفة للفرج، نعم، على مستوى البطن وعلى مستوى الفرج، يعني على مستوى غريزة الأكل والشرب وعلى مستوى غريزة الجنس. وأعتقد أننا في هذه الحلقات سنركز على غريزة الجنس فقط. نعم نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. العفة، نعم، مفردة ربما تمر علينا كثيرا، نعم، ولكن ما هي أهمية هذه العفة بالنسبة إلى المجتمع؟ دعنا نقرأ النصوص أولا، بعض النصوص التي تبين أهمية. يقول تعالى:
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، يقف، لا يتعدى. ما هو قيمة الاستعفاف؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية: أكثر ما يلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. يعني النار لها مسببات، الإنسان يدخل النار بأسباب، لها أسبابها. ما هو السبب المهم الذي يأخذ الإنسان إلى النار؟ بطنه وفرجه. هذه رواية رقم واحد. رواية ثانية عن إمامنا الباقر: ما من عبادة أفضل. واحد يقول الصلاة، واحد يقول الصوم، واحد يقول بكت حدد وش العبادة الأفضل. ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج. هذه العبادة الأقوى، هذه العبادة الأقوى. وبيجينا بعضهم يعرض على الإمام يقول أنا اليوم أزني ويوم أصوم، الإمام ما قبل من ذلك. العبادة الحقيقية التي تأخذ بالإنسان إلى أعلى المراتب هي عفة البطن والفرج. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف. الجهاد الأكبر مو سيف، قدر على فاحشة وما حد يراه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ما وقع. هذا جهاده، انتصر في الجهاد الأكبر، فهو أكثر ثوابا من ذاك الذي انتصر في القتال. لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، بل يفوق الملائكة. الملائكة ما عنده غرائز، عنده عقل، والمؤمن عنده عقل وغرائز، فإذا صمد عقله وقاد غرائزه صار أفضل من الملائكة. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه وجهها للشباب وللشابات: من عشق حب واحدة هام فيها بس مين زوجته ما حلت له، من عشق وكتم. لأن ساعات الواحد عشق ينسى روحه، يقعد يتغنى بأشعار في بنت الناس يهتكها بشعره. من عشق وكتم وعف، مو كل يوم رايح على باب مدرستها يطالع، هذا ما عف، إذن نظره وقع في زنا العين وهو النظر. لا، يقول عشق، والعشق قد يفقده صوابه لكنه لم يفقد صوابه، فقد كتم وعف وصبر، ما وقع في المعصية، غفر الله له وأدخله الجنة. دخل الجنة بصبره. ونحن نقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فإذا نجح في الغريزة الجنسية نجح في نصف الدين. الرواية الأخرى: قال رجل لأحد المعصومين: إني قليل الصلاة وقليل الصوم، يعني على مستوى صوم وصلاة أنا موازن غيري، أنا قليل، ولكن ماذا؟ قال: ولكن أرجو أن لا أكل إلا حلالا، عفة بطن، ولا أنكح إلا حلالا، عفة فرج. شوف الآن ذكر عفتين. فقال: وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ أنت أحب مستصغر طاعاتك، أنت تفوق ذاك اللي يمسك المحراب ويصلي ويصلي ثم يخرج وتطوف امرأة فيقع نظره، هذه صلاته ما ربته، أنت ربيت نفسك، أنت صلاتك القليلة لكنها مقبولة، والشاهد أنها ردعتك وعفت بطنك وفرجك. ما هو السر في هذه الأهمية؟ دعنا نؤكد بعض الأشياء. لماذا عندنا في الإسلام مفاهيم أخلاقية ترتبط بالعفة وأحكام شرعية ترتبط بالعفة؟ فالعفة لها أخلاق ولها أحكام. لماذا؟ لأن الإسلام أولا يريد أن يضبط الدافع الجنسي. في الآن ناس تحولوا إلى بهائم في صورة إنسان، يمارسون الغريزة الجنسية بدون انضباط، بدون دوافع حقيقية. الإسلام يريد أن تبقى حركة الغريزة الجنسية في إطار صحيح مثمر ينفع البشرية ويساعد في تماسك الأسرة،
لهذا يضبط الدافع الجنسي، هذا رقم واحد. اثنين، سد الثغرات التي قد تقود للانحراف، مثلا النظر، الله ما قال لا تزنوا ولا تقربوا الزنا. إذا فتح الإسلام للإنسان أن ينظر إلى الجنس الآخر بزينته وتبرجه، يستطيع أن يسيطر على عقله ويقول له لا تزني؟ فمن ضمن أحكام العفة سد الثغرات التي تهيج الإنسان وتأخذه إلى المعصية، إلى الفاحشة دون تفكير. سوف نجد أن أحكام كثيرة تفصيلية كلها لسد الثغرات. فإذا عندنا في منظومتنا الشرعية ما يغلق أبواب الفاحشة، تفاصيل كثيرة تتضح في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيضا إعلاء الميول، واحد يقول هاي حلالي زوجتي، ويقول هاي حلالي زوجي. الإسلام يدخل إلى داخل البيت الزوجي ويأمرهم ببعض الأمور التي تجعل من الغريزة الجنسية ذات مقصد أعلائي وليست بهيمية محضة. حتى في الآداب، حتى في آداب اللقاء الجنسي هناك من التعاليم ما يجعله مرتبطا بالمعاني العالية ولا يكون بهيمة تمارس كما يمارس بقية البهائم. فإذا ثلاثة أمور: ضبط الدافع الجنسي، هذا واحد، انضباط. اثنين، سد ثغرات ما يمكن أن تحرك شهوات في خارج الإطار الصحيح. وثلاثة، جعل الميول متعالية وليست بهيمية كبقية البهائم. نعم، هذا أهمية العفة. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، نعم، الجميع يعلم بأن الغريزة الجنسية حاجة ملحة، نعم، لجميع البشر، نعم، موجودة في الإنسان. في عصرنا اليوم هذه الغريزة تتعاظم، تزداد، وهناك يعني ربما البعض يعبر عنها سعار جنسي اجتاح المجتمع. الغريزة الجنسية بهذه الصورة المحمومة، الإسلام ما هو موقفه وما هي وجهة نظر الإسلام، وكيف ينظر إلى هذه الحاجة، وكيف يوجهها الحاجة أو حاجة الغريزة الجنسية؟ أولا، الإسلام يعترف بها كحق، نعم، وكحاجة، لأن هناك من الأديان ما يمنع ممارسة هذه الغريزة ولو على بعض رجال الدين عندهم. عندنا في الإسلام عندنا النكاح سنتي، كلام سيد الرسل صلى الله عليه وآله، ومن رغب عن سنتي فليس مني. من أول يوم نقول النكاح سنة ومطلوب وضرورة، وماذا بعد ذلك؟ وأنه جاءت امرأة للإمام الصادق أو غيره من الأئمة تقول أنها متبتلة لا تريد أن تتزوج، تريد أن تتفرغ للطاعة وما شكل ذلك. فالإمام قال لو كان هذا هو الخير لما سبقت فاطمة، فاطمة تزوجت. فالإسلام أولا يعترف بها ويقول زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا مزين لهم، وقال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. فأول أمر هو الاعتراف بالغريزة، بل واعتبره حق للزوج وحق للزوجة. والمجتمع قد يرى أن المرأة معيب عليها أن تطالب بحقها الجنسي، كثير من النساء زوجها ما يعطيها الحق، تسكت تصبر سنين، لا أب لا أخ لا أم، لا تستحي أن تتكلم، ولو تكلمت في بعض المجتمعات يقول لها استحي، عيب هذا الكلام. تعالي للإسلام، هناك في التاريخ امرأة هي خولة، تزوجها أوس بن الصامت، قال لها كلمة حين غضب، قال لا أنت علي كظهر أمي. وفي الجاهلية تبقى كالمطلقة معلقة، فلهم في الإسلام. فهي الآن لا تدري ما حكمها، الآن تحتاج لزوجها، لكن قد تكون هذه الكلمة منعت العلاقة الجنسية.
فلم يأتي الرجل، جاءت هي. وكان على الرسول صلى الله عليه وآله لو كان عيش ثقافتنا الجاهلية أن يقول لا استحي، عيب أنت نجين، خلوه يجي، عيب أنت تقولين أريد زوجي أو شيء. جاءت للنبي وقالت له ما قالت، وفي بعض الروايات قالت: يا رسول الله، إني امرأة كنت شابة مرغوبا في، جميلة، فلما نفرت بطني وكذا سني على سني أو ظاهرني الزوج أوس بن الصامت، قال لي أنت عليك ظهر أمي. في بعض الروايات أن النبي قال لم ينزل عليه القرآن، ينتظر الوحي. هيتو تقول له: يا رسول الله، لم يقل كلمة الطلاق، يا رسول الله، إن لي صبية، عندي أولاد منه، يا رسول الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله ما قال عيب، قال بخلي هالمطالبة سورة قرآنية تقرأ إلى يوم القيامة. فلتعرف المرأة وليعرف الرجل أن هذا القضية، هذه الغريزة ليست عيبا، حق، نعم، محفوفة بما يجعلها منسجمة مع كرامة الإنسان رجلا أو امرأة، لكن من يحرم حقه عليه أن يطالب. بل جاءت بعض النساء لرسول الله صلى الله عليه وآله كما في بعض الروايات وقالت: زوجني يا رسول الله، تريد زوج؟ ما قال لي عيب، قال هذه امرأة تحتاج يزوجها، ويعرض على الصحابة من يتزوجها. إذن ليس عيبا أن الإنسان يبحث عن حاجاته بالطريقة المشروعة والتي تحفظ شخصيته وموقعه. هذا الإسلام يعترف بالغريزة، هذا أولا. اثنين، الإسلام يرى أن الغريزة دافع فطري، وبالتالي يجب أن يشبع بما يتوافق مع الفطرة. والشريعة الإسلامية عبر القرآن عنها بأنها دين الفطرة، يعني المنسجم مع الخلقة. ولهذا تجد أن البيت الزوجي مقدس في الإسلام لأنه ينسجم مع الفطرة ويحافظ على البشرية، بخلاف ما إذا فتحنا المجال إلى العلاقات خارج الإطار الزوجي لن تتكون أسرة. سوف يكون الرجل يريد أن يتقلب بين النساء، والمرأة علاقات مختلفة، وبالتالي لا توجد أسرة خلاف الفطرة. فالإسلام يرى أن الغريزة الجنسية لها دافع فطري، ويجب معالجتها وتصريفها وممارستها في الإطار المنسجم مع الفطرة. ودورها في الأسرة واحد، أصل تكوين الأسرة، لحاجة الرجل للجنس وحاجة المرأة يفكران في إنشاء أسرة، هذا واحد. اثنين، ترابط الزوجين فيما بينهم يبقى قويا ما دامت الغريزة في إطارها النافع للطرفين. ثلاثة، الذرية والنسل يتوقف على هذه الممارسة. أربعة، تحقق النفعين الحسي والنفسي للطرفين بهذه الممارسة. فهذا أيضا يؤكد ماذا؟ نظرة الإسلام لهذه الغريزة. الأمر الثالث وقبل الأخير، أن الإسلام يرى أن النشاط الجنسي عند الإنسان يختلف عن الحيوان. كيف؟ الإطار الجنسي عند الحيوان غالبا يكون للذرية، يعني الآن البقرة لا تطلب فحلا إلا لأجل الولد، يمارس معها فتحمل، إلى أن تحمل مرة ثانية تريد حملا ثانيا يؤتى لها بالفحل. فالممارسة في الحيوان لطلب الولد، الممارسة في الإنسان لأنها دخلت في دائرة الابتلاء والتكليف فهي أكبر من قضية ولد، فيمارس حتى لو ما يبقى ولد يمارس، وبالتالي دخلت في إطار التكليف فكانت بإشرافه. في الحيوان بهدي، الله خلق الحيوانات وهداها فتمارس الجنس بهدي سماوي لأجل الولد. أما الإنسان فالله تبارك وتعالى أعطاه الاختيار وقال بك، باختيارك يمكن أن تمارس صحيحا ويمكن أن تكون زانيا لائطا فاحشا، أنت وما تختار، نحن نقول هذا طريق صحيح وهذا طريق خطأ. فإذا الإسلام ينظر للغريزة الجنسية أنها عنصر ابتلاء، وأنها يمكن أن تعمر ويمكن أن تدمر، وأعطى تشريعات تفصيلية لكي تبقى باختيار الإنسان في الإطار الصحيح. لهذا يعتبر الإنسان
في النظرة الإسلامية يتحمل مسؤولية صرف الغريزة الجنسية على وفق الضوابط الشرعية ليتكامل بها لا يتسافل بها. إذن خلاصة الكلام، يعترف الإسلام بالغريزة، يراها دافع فطري، وبالتالي فلا بد إشباعها في الإطار المنسجم مع الفطرة. 3، يراها أنها ليست كالحيوانات للولد فقط، بل ممارسة لذة ودخلت في الابتلاء، يمكن أن تعمر، يمكن أن تدمر. 4، من مسؤولية الإنسان أن ينقاد إلى شريعة السماء ليعمر لا يدمر. القرآن يقول تعالى في سورة المؤمنون كما هي الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العدو. هم العادون، يتعدى الحدود. فإذا في الإطار الصحيح غير ملوم، يعتبر يخدم نفسه ويخدم أسرته ويخدم مجتمعه ويخدم الإنسانية. في خارج ذلك يدمر كل هذه الأمور. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع الخطير والدقيق، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل، كونوا معنا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحواري منارة الأحكام. سماحة الشيخ، لا زال الموضوع حول العفة، نعم. وهذا الموضوع حقيقة الخطير، ونحن نتناوله بشيء من الدقة لأهميته القصوى. العفة هل لها مراتب معينة؟ هل لها مستويات؟ يعني القرآن يقول عن سيدة نساء زمانها مريم: ومريم التي أحصنت فرجها. أحصنت، إذا كان المقصود لم تزني، كل النساء الشريفات لم يزنين، لماذا زينب مريم تميزت؟ في الروايات فاطمة أحصنت فرجها، فالله أكرمها كذا كذا. شنو اللي العفة التي عند هاتين العظيمتين حتى يذكران في النصوص؟ الحقيقة أن العفة مراتب. المرتبة الأولى هي تجنب فقط وفقط المحرمات. يقول: أنا الحمد لله ما زنيت، ما لط، ما استمنيت، ما نظرت نظرة محرمة، الحمد لله. يقول هكذا فيركز على المحرمات فقط. يجي واحد ثاني يقول: لا، أنا هذه مو بس دي، أنا حتى المرأة الطوف يكره النظر إلى عجائز النساء، يعني خلفية المرأة، هذا مكروه في الشريعة بدون شهوة طبعا، بشهوة لا يجوز. لكن واحد الآن طافت امرأة أمامه، وقع نظر عليه وقام يطالع هي بسترها، شاف خلفها، يقول له بدون شهوة مكروه، بشهوة ما يجوز. هذا يقول لك: أنا حتى ده المكروه ما أريده. مثلا مرأة جالسة على كرسي، قامت المكان ساخن، يكره واحد يجي يقعد، يقول: ما أسوي أنا هذا المكروه، ما أسوي أي شيء يرتبط بالغريزة، حرام أو مكروه ما أفعله. لا إشكال أن من يترك المكروه والحرام هو أعلى مرتبة ممن يترك الحرام فقط. المرتبة الأخرى هذا المخ، هذه الصور الذهنية، هذه الخيالات، ما قط يوم جاني تخيل في هذه الأمور، مهيمن حتى على الخيال. هذا مستوى طبعا يحتاج له تمرس، يبدا بالاقبال في الصلاه والتركيز، ثم الاستشعار الحضور عند الله في كل وقت، ثم يصل الى السيطره على الخيال. هذه بعض علمائنا وصل لها. هذا المستوى البعض يقول لك: انا ما يوم جاني خطور جنسي كما يريده الشيطان ابدا. هذه مرتبه اعلى. فإذا يمكن للإنسان أن لا يكتفي بالدرجة الأدنى، بل يترقى ويترقى إلى أن لا يهم بخطور جنسي غير محبب أو غير شرعي. نعم، سمعتم سماحة الشيخ. المتابع إلى المجتمعات ككل، نعم، يلاحظ يعني أقل 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 ما يعبر، ليس انهيار في يعني بعض الجماعة، بل أقل ما يعبر، هناك تراجع كبير فيما يتعلق بالعفة
وانفلات الغريزة الجنسية. أما ما 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 هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ يعني نحن للأسف نتوقع هذا الأمر، لأن القرآن لما تكلم عن الجاهلية تبرج الجاهلية الأولى، فالرواية تقول هناك جاهلية أخرى ومعالمها اتضحت الآن، جاية تتضح أكثر. اليوم للأسف هناك عناصر عديدة وأسباب متنوعة وعوامل كثيرة لإضعاف جانب العفة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. من هذه العناصر والعوامل الإعلام بوسائله المختلفة، من سينما، من تلفاز، من مواقع تواصل، تبث من السموم وتبث من مهيجات الغريزة ومحركات الشهوة ما يمكن أن يهيمن على المشاهد بنحو يبقى لا يذكر ربه ولا يمكن أن يسيطر على غريزته. نحن عندنا أن الإنسان قبل أن يثار أقوى صبرا وقدرة على سيطرة العقل قبل الإثارة، فإذا هو رمى بنفسه أمام هذه الوسائل الإعلامية المحركة للشهوات، الآن يقول لك أنا طالع مسلسل وإذا به فيه من اللقطات الخلاعية ومن المشاهد الجنسية ما لا يمكن الصبر عليه، كيف يمكن الهيمنة على غريزته بعد ذلك؟ فإذا نحن أمام إعلام سخر كل الإمكانيات لضخ هذه السموم وهذه المهيجات وهذه محركات للشهوة في نفوس الكبير والشاب. الأمر الثاني الخلط بين التقدم العلمي والتقني الغربي وبين الحضارة الغربية في ثقافتها، هناك خلط. الغرب ليس هو الفطري في جانب الغريزة وليس هو السوي في هذا الجانب، لكن عملية إبهار العالم بالحضارة المادية، بالتالي الإنسان ينفتح على هذه الحضارة بكل ما فيها، ولأن ذاك لا يصدر لك صلاحة يصدر سمومة، وبالتالي فالانبهار يؤدي إلى التأثر بثقافات من شأنها أن تضعف جانب العفة في مجتمعاتنا كما نرى. تعرية المرأة وتحريرها بل استبعادها للغريزة، ويقول تحريرها هي تحريرها من عقلها ومن عفتها ومن شرع الله الذي يصونها، إلى أن تكون سلعة ليقضي رجال شهواتهم منها. هم النساء الآن قد لا يقبلوا هذا الكلام، ولكن فليدققوا ويشاهدوا. الآن المرأة أصبحت سلعة توضع صورها عارية على حتى إطار السيارة من أجل التسويق، فلا قيمة لها إلا في بعدها الجسدي. هذه حضارة تظلم المرأة، والمرأة إذا وقعت في هذا التفكير ستجد أنها سلعة قابلة لأن تكون لها قيمة فترة شباب، تتقدم بها العمر ينتكس بها شكلها وجمالها وجسدها، فلا قيمة لها إذا كانت القيمة في البعد الجسدي. إذا كانت القيمة في جسد المرأة فلنفتح صالونات التجميل، لأن قيمتها بما تضع من مكياج. إذا كان المكياج لا يكبر أنفا ولا يصغره ولا يكبر صدرا ولا يصغره، فلنفتح غرف عمليات التجميل ولنعبث بجسد المرأة، ثم لتدخل الموضة في ذلك، فليكن يوما نكبر شفتي المرأة لأن الموضة كذلك، ثم تتبدل الموضة ونصغر شفتيها، فلنعبث بها لأنها سلعة. أتقبل النساء أن تكون بهذه الثقافة المدمرة؟ الله كرم المرأة، لكن الشيطان أراد لها بما يسمى تحرير المرأة أن تذهب في هذا الاتجاه. تيسير الحرام، أصبحت الفنادق وأصبحت المواقع تروج للزنا الرخيص، وفي المقابل تعقيد الزواج. أصبح الزواج بعاداته ومختراعات البشر فيه وبدع الناس فيه بنحو يصعب على الشاب أن يتزوج قبل أن تمضي 10 إلى 20 سنة من بلوغه، والحرام متيسر له على كل المستويات، في هاتفه يرى الحرام، في المجمعات يرى الحرام، في كل مكان يتيسر له الحرام. فالحرام ميسر والحلال معقد، هذا الذي صنعته الأيدي. أيضا التساهل في أمر الاختلاط بين الجنسين،
فأصبح الشاب جليس الشابة في الجامعة، وأصبحت الأسواق مختلطة، وأصبحت العوائل الأزواج مع أزواجهم يجتمعون في وجبة واحدة، هذا يضاحك تلك الزوجة التي ليست له بزوجة، وتلك تضاحك ذاك، وأصبح التساهل في الاختلاط في العمل وفي كل شيء، فأثر على العفة. أيضا هناك دعاوى موهمة خادعة كتحرير الفن وفتح المجال وكسر القيود الشرعية من أجل ما يسمى بحرية الفن، وأصبحت الرقاصة فنانة، وأصبحت الممثلة الخلاعية أكبر فنانة، وتجد أن الكل يتمنى أن يلتقط صورة معها أو يأخذ توقيعا لها. هكذا المفاهيم يسوق لها بما يمكن أن تخسف بعقول الشباب والشابات. ثم فتحت وسائل الترفيه المحرمة، فصارت الفنانة الفلانية تدعى لتكون تغني في ليلة القدر أو قبل القدر أو بعده، أو بمناسبة عيد الفطر المجيد، أو بمناسبة الذكرى السنوية لمثلا عيد الوطني أو ما إلى ذلك، تستجلب الأفلام الخلاعية والراقصات والمغنيات، ويفقد الشباب عقلهم وتفقد الشابات، فيتحول ذلك اللقاء إلى مرقص للجنسين. هكذا أرادوا أن يكون. كما أن غياب الحالة الدينية، الشعور بالله، الرقابة الدينية، الأمر معروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ساهم في الإضعاف. والأمر الأخير الذي هو استئناس الفحش وما لا ينبغي أن يكون، يعني الأمور المستقبحة صارت للأسف الآن غير مستقبحة. إذا عمت هذه الأسباب وانتشرت، من الطبيعي أننا نجد أن الأب يمشي مع ابنته ويفاخر بلباسها والذي هو ليس محتشما وليس عفيفا. أحسنت سمعت شيخ، لكن هناك سمعت شيخ من يطرح مفاهيم تساهم في ضعف العفة، كقول بعضهم مثلا أن العفة والطهارة داخلية في القلب، تنعكس كسلوك، الشكل شيء قشري، ليس الموضوع بهذه العظمة بالنسبة إلى الشكل. الشكل فليكن ما يكون. هناك من ينشر مثل هذه المفاهيم. المفهوم الأول يقول: كم من امرأة تلبس الحجاب الشرعي وهي تزني، وكم من امرأة سفور ولكنها عفيفة، فالطهارة في القلب. نقول: الإسلام يرى أن الإيمان موطنه القلب، ولكن الإيمان لا يبقى ولا يترقى إلا بعمل صالح. فإذا كان الإيمان في القلب لا ينعكس على السلوك، هذا ليس إيمانا حقيقيا. إذا كانت المرأة طاهرة، فمن طهارتها أن تستر بدنها. انظر إلى القرآن الكريم، هل نصدق القرآن أم نصدق هذه الأبواق؟ القرآن يقول كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا، تطلب منها شيء، امرأة أجنبية، فاسألوهن من وراء حجاب، في ساتر. ليش؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تبون طهارة القلب؟ أهم شيء طهارة القلب. هذه الطهارة ممارسات، وإلا دي المرأة العفيفة تقول صراحة: لما صرت إياه في كورس في الجامعة واستعنت بمرة شرح لي، عجبني أسلوبها وكذا، تالي صارت علاقة، صرنا نتواصل، صرنا نطلع يا بعض، صرنا نقابل بعض. وين الطهارة؟ طهارة لأنما جت التجاوزات للأحكام الشرعية، ضعف الإيمان، ضعف القلب، وقع الرجل، وقعت المرأة. فإذا لا يمكن أن نصون الطهر دون هذه الضوابط. فمن يريد طهارة بلا ضوابط يريد أن يمارس لا طهارة باسم الطهارة. لا نقبل أن يزيف ديننا، هذا هو ديننا. نعم. طبعا عندي مفاهيم أخرى إذا تسمح أذكر بعضها. تفضل. مفهوم آخر، البعض يقول: بعدي صغيرة، من كبرت توها 12 سنة، صغيرة جاهلة تلبسها حجاب. احنا طبعا لسنا من يحدد
متى يجب أن يتستر الطفل والمرأة إذا بلغت، إذا قبل ذلك الإسلام بيّن لنا الذي خلق الشهوات يعرف متى تتحرك ومتى لا، ومتى يجب أن نستر ومتى لا يجب أن نستر. الإسلام فرض الحجاب على بنت عمرها 9 سنوات، كملت 9 قمرية، دخلت في العاشرة، حجابها كحجاب البنت اللي عمرها 20، كحجاب اللي عمرها 30، ما في فرق. ما في فقيه يقول لا هذه حكمها مختلف، الحجاب هو الحجاب مجرد البلوغ. الله يعلم بالمصالح. هناك من في زمن النبي وفي زمن أجدادنا تزوجوا بنت عمرها 9 سنوات و10 سنوات و12 سنة، وفي 12 أنجبت. فالمسألة إذن لها غريزتها ولها حركة الشهوة، وبالتالي فنقول لا تقول إذا كبرت، هي كبرت، يحدد السن الخالق وليس المخلوق. هناك من يقول يا جماعة أنتم لما تتشددون في الحجاب يصير رغبة أزيد. ليش؟ يقول كل ممنوع مرغوب. تقول لو تسمحون للبنات لون سفور ما صار تحرش ولا صار عادي، لأن أنتم منكبتين يوم إلا واحدة سفور تحرشون بها. يقول لي هذا كلام يكذبه القرآن والواقع. انظر إلى الغرب، في تحرش؟ انظر إلى الأرقام المسجلة عن تحرش في البلدان التي لا يحكمها دين، كلهم سفور والاغتصاب، أرقام فلكية. المسألة التحرش ليس سبب كبت، سبب رغبة، والرغبة موجودة في الرجل. الله اللي خلقه حل له 4 زوجات لعلمه بحب التنوع. وبالتالي لا تتصور أن المنع هو السبب، بل المنع يصون. الآن شاب تمر عليه امرأة يتحرش بها، تمر أخرى لا يتحرش بها، تسأل لماذا تحرش بهذه لم تتحرش بتلك؟ قال هذه ليست محتشمة، مو لابسة حجاب، فهي عارضة جسمها، قلت يمكن تقبل تحرش بها. ديك لما لبست هذا الحجاب الكامل قلت هذه تسوي لي هوشة لو أتحرش بها، هذه ما تبي تحرش. وش يقول القرآن عن هالحقيقة؟ يا أيها النبي صلى الله عليه وآله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفنا بالستر والرغبة في الحجاب، فلا يؤذين. بدون حجاب يتحرشون. فدعوى أن الحجاب هو منع والمنع يؤدي إلى الرغبة لأن الممنوع مرغوب، كلام غير منطقي يكذبه القرآن والواقع. هذه مفهوم أيضا نسمعه. البعض يقول أنا أتبرج على أساس واحد يعجب فيه يتزوجني، أضل بدون زواج. قد لا توفقين للزواج لتبرجك. كل واحد يقول كل شافها أنا وش سوي فيها، أنا بوحدة ساتورة أم بها ليلة ولا الناس. في زمن الناس عندها فترة طبعا، إذا راحت الغيرة اخترب الشيء. تبين زواج مبارك؟ إيه. تبين زوج ما يفتح عينه لبنات أخريات؟ تقول طبعا ما بيمشي يطالع. ليش سمحتي لي يبدأ حياتك حياته معك بالنظر المحرم؟ فمن تريد مباركة في زواجها فلتصن نفسها. هناك من يقول أن الحجاب يعيق الحركة. نقول لهم طالعوا بعض البلدان الإسلامية، بعض البلدان الإسلامية اللي تفرض الحجاب، المرأة متقدمة علميا اكتشافات في الجيش موجود، في شاهدنا بعض الدول الإسلامية في جيشهم في التلفزيون ونساء مظليات ينزلون من الطائرة من الباراشوت وبكامل سترهم، ما منعهم ذلك. الحجاب يعيق حركة الانفلات الجنسي، لا يعيق حركة المرأة في الإطار الصحيح لها. أنا ما أبي امرأة مصارعة، ما أبي غير خلقتها، أم بها تقوم بدور يخدم مجتمعها يناسب خلقتها. الحجاب لا يتنافى مع الأدوار المناسبة لخلقة المرأة، يتنافى مع أدوار ليست من صالح المرأة وليست من شأن المرأة وخلاف فطرة المرأة. فأنتم تعيبون الفطرة، تعيبون الفطرة، هذا المشكلة. الغرب الآن ودى المرأة إلى حتى البنشر تصلح، إلى المصانع، صارت إيدها خشنة، صارت فيها عضلات كالرجل، هذه ما ينجذب لها الرجل، ما ينجذب لها المرأة، مش الطبيعي هذا. فإذا نحن نريد المرأة
أن تكون في الإطار المثمر المعمر الذي يرتقي بها وبمجتمعها، وتكون مبجلة مجللة لعطائها كما يكون الرجل، لا أننا نستغلها ونفسد خلقتها. في أمر أخير، أن بعض النساء تقول أنا بتحجب لين اقتنعت. هل إذا اقتنعتي بوجود الله أو بأمره مقتنعة بأن القرآن كلام الله؟ افتح القرآن، راح نفتح هذه الآيات في بحث الحجاب، لأن الليلة ليس بحث فقهي، بنتكلم عن الحجاب، بنشوف أن الآيات تؤمر به. لا، إذا اقتنعت بأنها في مصلحة، يعني الله يؤمر بجهل ما يدري في مصلحة لولا؟ حاشا لله. لو يؤمر عبث بدون مصلحة بس عبث، الله حكيم لا يعبث. لا، هو محتاج لأن أمرنا بالحجاب، الله غني، الغني يأمر لا لحاجته، لحاجتكم. الحكيم يأمر لا عبثا بل لمصلحتكم. العالم يأمر لا لخطأ في التقدير، لعلمه، هو مجاهل. فإن أحسنتم كما يقول القرآن، إن أحسنتم أحسنتم فالحجاب خيره لك. الآن بعض النساء تقول قيدنا الله بالحجاب، قل لي نفعكم بالحجاب؟ تقول وش نفعنا؟ قل لها وجدنا بعض الشخصيات التي تظهر في التلفزيون كشخصيات عالمية يسجل عليها أنها مثلا وقعت في تحرش بسكرتيرة أو مشاكل ذلك، والإعلام يطال الحديث أياما حول هذه الظاهرة. لماذا؟ لأنه بعد فتح باب السفور يبقى الإنسان لا يقنع بما لديه وينظر إلى ما وراء ذلك. من المتضرر؟ الأسرة، ومن بالخصوص؟ الزوجة، والزوجة امرأة. فالسفور يضر بالمرأة قبل الرجل، فيهدم الأسر ويؤدي إلى خيانات زوجية، وهذا ما لا يطيقه النفس النسائي. ونحن طبعا لا نرضى به، بس نقول لا نريد الضرر. هم يتصورون أن الله إنما حكم هذا لصالح الرجال، والذي نرى أنه لصالح الأسرة رجلا وامرأة، بل بالخصوص المرأة. أحسنتم سماحة الشيخ، في الحقيقة الموضوع يعني شائك، وهناك الكثير من الأسئلة والموضوعات الجريئة التي سوف نطرحها إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، كذلك لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.